السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا موعدنا اليوم ما هو مع تصحيح الكراسة صفحة 126-127 لدرس السرعة المتوسطة. إذا من فضلك خذ معي الكراسة للتصحيح. إذا العنوان هو التناسب يتلاتى السرعة المتوسطة. إذا أنشطة تمهيدية. الجدول التالي يمثل سير سيارة. لاحظ معي هذا الجدول. إذا لدينا الخانة الأولى وهي المدة بالساعات، والخانة الثانية هي المسافات بالكيلومتر. إذا السؤال هنا ماذا قال؟ هل المسافات المقطوعة متناسبة مع المدد الزمنية؟ إذا هذه الوضعية مثلها التي قمنا بها في الدرس. إذا لكي نجيب عن هذا السؤال لابد أن نبين أن هذا الجدول هو جدول تناسبية. لكي نبين أن هذا الجدول هو جدول تناسبية قلنا يجب أن نأخذ الخانات السطر الثاني ونقسم على خانات السطر الأول، وإذا وجدنا نفس معامل تناسب نقول إنه جدول تناسبية. إذن هنا نأخذ 160 ونقسم على 2 فهي تعطينا ماذا؟ إذن نأخذ 160 ونقسم على 2 فهي تساوي لنا بطبيعة الحال هنا 80. إذن معناه أن هذا المعامل تناسب هنا هو 80. إذن سوف نقول أن هذه المسافة المقطوعة متناسبة مع المدد الزمنية، لهذا كتبنا هنا نعم المسافات المقطوعة متناسبة مع المدد. إذن ما هو معامل تناسب؟ إذن معامل تناسب هو قلنا هو 80. إذن عندما نقسم 160 على 2 فهي تعطينا 80، و200 إذا قسمنا على 2.5 كذلك تعطينا 80، و240 إذا قسمنا على 3 تعطينا 80، و320 قسمنا على 4 كذلك تعطينا 80. إذن معامل تناسب هو ماذا؟ هو 80. إذن هنا كتبنا ما هو معامل تناسب؟ إذن نأخذ فقط الخانة الأولى، إذن نأخذ 160 قسمة 2 تعطينا 80، معناه أن معامل تناسب هو 80. السؤال الثاني، ما هي المسافة التي تقطع هذه السيارة في ظرف ساعة واحدة؟ لكي نجيب عن 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 هذا السؤال يجب أن نبحث عن ساعة واحدة. إذا هنا نأخذ 160 ونقسم على 2 فهي تعطينا 80، معناه إذا ضربنا 2 في 80 فهي تعطينا 160، معناه 1 إذا ضربنا في 8 تعطينا 80. معناه سنجيب هنا السؤال، إذا ما هي المسافة التي تقطع هذه السيارة في ظرف ساعة واحدة؟ هي 80 كيلومتر، ونملأ الخانات. إذن خارج المسافة المقطوعة على المدة الزمنية يسمى السرعة المتوسطة. معناه ماذا؟ إذا أخذنا المسافات بالكيلومتر وقسمناها على المدة بالساعات نجد ماذا؟ نجد السرعة المتوسطة. معناه أن ديك 80 أن المعامل تناسب هو السرعة المتوسطة، ونعبر عنها بالكتابة التالية. إذن VM، إذا قلنا السرعة المتوسطة بلا فيتيس مايا، فهي تساوي لنا ماذا؟ المسافة، وهي نعبر عنها قلنا بلا ديستانس بالدي، على ماذا؟ على المدة، والمدة بالفرنسية هي لوطو. إذن VM تساوي دي على تي. إذن ما هي هذه ما هي في هذه الحالة سرعة السيارة لقطع كل من المسافات على الجدول؟ إذن نأخذ السرعة المتوسطة هي 80 كيلومتر خلال الساعة. إذن الآن نمر إلى تمرين 2. الترسيمة التالية تمثل سير دراجة نارية من نقطة O إلى النقطة F مرورا بنقطتين G و H. إذا لاحظ معي هذه الترسيمة من O إلى G، من O إلى G. إذا هذه الدراجة تقطع لنا في مسافة في ساعة في ظرف ساعة واحدة 50 كيلومتر، ومن G إلى H فإن هذه الدراجة تقطع خلال ساعتين 120 كيلومتر، ومن H إلى F إذا تقطع لنا هذه الدراجة كذلك خلال 3 ساعات 120 كيلومتر. إذا سوف نضع هذه الأرقام داخل هذا الجدول. إذا هنا لدينا 5، إذا هما وضعنا 50 على 1. إذا الآن قلنا من G إلى H 120 كيلومتر وضعناه هنا، والمدة هي ساعتان. ثم كذلك هنا من H إلى F المسافة هي 120 كذلك، والمدة هي 3 ساعات. إذا السرعة المتوسطة قلنا ما تساوي السرعة المتوسطة؟ قلنا السرعة المتوسطة يعني أن VM تساوي مدى المسافة على T. إذا سوف نأخذ 50 ونقسم على 1 فهي تعطينا 50.
ونأخذ 120 ونقسم على 2 فهي تعطينا 60، ومئة وعشرون إذا قسمنا على 3 فهي تعطينا 40. إذن السؤال هنا ماذا قال؟ هل المدد الزمنية متناسبة مع المسافات المقطوعة؟ إذن السؤال هل المدد الزمنية متناسبة مع المسافات المقطوعة؟ إذن لاحظ هنا، قلنا لكي نجد السرعة المتوسطة نأخذ المسافة ونقسمها على المدة لكي نجد ماذا؟ السرعة المتوسطة. لاحظ السرعة المتوسطة في العدد الأول، في الخانة الأولى وجدنا 50، وفي الخانة الثانية وجدنا 60، وفي الخانة الثالثة وجدنا 40، معنى أن السرعة المتوسطة غير ثابتة، لأن قلنا في السرعة المتوسطة لكي تكون لدينا هنا السرعة المتوسطة الثابتة يجب أن يكون لها نفس معامل، بالنسبة لاحظ معي الجدول الأول، يجب أن يكون نفس معامل تناسب، معناه ثابتة هي 80 كيلومتر، إذن هنا غير ثابتة. إذن نكتب هنا هل المدد الزمنية متناسبة مع المسافات المقطوعة؟ إذن المدد غير متناسبة مع المسافات، لماذا؟ لأن السرعة المتوسطة تتغير. لاحظ هنا، هنا كانت 50، هنا أصبحت 60، هنا أصبحت 40. إذن كتبت هنا 50 تخالف 60 تخالف 40. إذن نمر إلى تمرين 3. إذن لاحظ معي هذه الترسيمة. إذن السؤال هنا، على المبيان الخط الأحمر، إذن الخط الأحمر يمثل سير سيارة والخط الأسود يمثل سير شاحنة. إذن هذا الخط الأحمر هو يمثل سير لسيارة، والخط الأسود يمثل سير لماذا؟ لشاحنة. إذن السؤال ألف، ما هو الخط الذي يمثل وضعية تناسبية؟ إذن سبق لنا أن تعرفنا على هذه الوضعية. إذن متى نقول إنه متى نقول أن هذه وضعية تناسبية؟ قلنا عندما تكون جميع النقط على نفس الخط وتمر من أصل المعلم وتقاطع ماذا؟ المحورين. قلنا محور الأفاصيل ومحور الأراتب. إذن ما هو الخط الذي يمثل وضعية تناسبية هنا؟ إذن هو الخط الأحمر. لماذا؟ لأنه على نفس المستقيم ويمر من أصل المعلم. وهذا هل هي وضعية تناسبية؟ إذن هذا ليس بوضعية تناسبية لأنه ليس مستقيم. إذن هنا سوف نجيب ما هو الخط الذي يمثل وضعية تناسبية؟ إذن نقول الخط الأحمر لأنه مستقيم يمر من أصل المعلم وتقاطع المحورين. إذن السؤال ب، ما هي السرعة المتوسطة للسيارة؟ إذن لكي نجد السرعة المتوسطة للسيارة فقط أن نأخذ ماذا؟ أن نأخذ النقطتين من على هذا الخط. إذن سنأخذ هذه المدة، لاحظ هنا لدينا المدة بالدقائق وهنا المسافات بالكيلومتر، سوف نأخذ 30 دقيقة و 40 كيلومتر بالنسبة للمسافة. إذن لكي نجد السرعة المتوسطة، قلنا أن السرعة المتوسطة، لاحظ معي الجدول، سنأخذ هنا سنكتب المسافة وهنا المدة، المسافة بالكيلومتر والمدة بالدقائق. إذن هنا المسافة لدينا ماذا؟ لدينا 40 كيلومتر، واضح؟ ثم هنا لدينا المدة فهي تساوي 30. إذن نريد هنا المدة بالدقائق، إذن قلنا أن ساعة واحدة فهي تساوي 60 دقيقة، معنى هنا سوف نضع 60. إذن سوف نبحث عن هذا العدد، إذن نكتب هنا نأخذ الرابع المتناسب. إذن سنكتب ماذا؟ 40 في 60 قسمة 30، إذن فهي تساوي 2400 قسمة 30، إذن فهي تساوي لنا 80 ماذا؟ 80 كيلومتر، لأننا نبحث هنا عن المسافة، إذن هي تساوي لنا 80 كيلومتر. إذن السرعة المتوسطة ما تساوي لنا؟ إذن فهي تساوي لنا 2400 قسمة ماذا؟ 30، فهي تساوي 80 ماذا؟ كيلومتر خلال الساعة، واضح؟ إذن هنايا كتبنا هنا، إذن هذا ما هي السرعة المتوسطة؟ إذن هذا ما كتبناه هنا في الجدول، إذن نأخذ هذا الجدول، 40 بالنسبة للمسافة، و30 بالنسبة للمدة، إذن هنا نأخذ 60 دقيقة لأن عندنا ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة، ونأخذ 40 في 60 نأخذ الرابع المتناسب، إذن 40 في 60 قسمة 30 تساوي 80 كيلومتر، إذن السرعة المتوسطة فيتيس مايا إذن تساوي لنا 80 كيلومتر خلال الساعة. الآن ننتقل إلى
صفحة 127.